نزلت وظيفة التواصل الصبيعي، ما بعرف ما هو سنته. اسمي محمد، عمري 20 سنة، درست بحلب مدرسة المواطنين، وصارت الحرب وطلعنا، نزحنا من بعيدين على الأرض، كمان صار ضربين طلعنا على السرية، وقفنا هون وتعلمت الجيمة وصرت عارف أكتب وقت. قانون فاتحين هون مشروع فيه صيانة موبايل، جيت لهون درست وتعلمت استفدت كتير، كنت ما أعرف مصلحة، ما في بيدي مصلحة، الله صار في بيدي مصلحة، صرت أعرف أفك خلية ويا أخو، عارف إيش عذر هاد من هاد، إيه وتعلمت. مهندس سامي الخلاجي، مدرب في جمعية الدرب الخيرية. الحالة اللي عنا حالة سيد محمد، أول ما شفته لمحمد فكان كتير خجلان من وضعه الصحي، فنحن شجعناه بأول جلسة من الجلسات، كان موجود الفريق اللي معه، مجموعة الشباب اللي قاعدين معه، كان كتير محرج من وضعه الصحي، ولكن في تشجيع، في محبة لإله، قدر يثبت وجود ويثبت إنه هو مميز، وفي عنده قدرة هائلة جدا على التعلم. وبالإضافة كان هو يشجع رفقاته إنه هن يبلشوا معه. أنا قبل ما كان حد يسأل عني، بس هلا صاروا يدوروا علي إنه صرت مصلح.